السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، والبداية من عناوين الصحافة المحلية ونستهلها من صحيفة اليقين الأسبوعية. في أبرز عناوين صحيفة اليقين الأسبوعية: خفايا وأسرار تشكيل الهيئة الوطنية للحفاظ على الجيش والأمن، خلفاء حفتر في اليمن. تصف هذه اللجنة بأنهم خلفاء حفتر كما هو دور حفتر في ليبيا. الدفاع ترفض الميليشيات والداخلية تدمجهم. برلمان الأطفال يمنح ثقته لحكومة واو آح. صخر الوجيه: أنا أداوم في منزلي. العطاس ينسحب في لقاء ألمانيا بسبب الإصلاح. القاعدة قصفت العند بصواريخ من مستودعات القوات المسلحة. صحيفة سعودية تكشف عن مخطط انقلابي في اليمن. الحوثيون يمنعون هادي من طائرته الرئاسية. بين عبد الكريم الإرياني وعبد الملك الحوثي أعنف هجوم على الحوثيين والجماعة ترد. أبو حاتم: الشرف العسكري مكسور. جباري، نائب جباري، يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري. أصحاب الصرخة يطالبون بحصتهم من الصواريخ. وأيضا في العدد هناك العديد من المقالات للوزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وهدى الحسيني وعبد العزيز المجيدي ولطفي شطارة وأيوب الحمادي. أما بالنسبة لصحيفة أخبار اليوم اليومية فأبرز عناوينها: الحوثيون يتهمون الدكتور الإرياني بالعمالة واللاوطنية والخنوع لأسياده في الخارج. هذا طبعا ردا على تصريحاته الأخيرة في حواره مع صحيفة 26 سبتمبر. الناطق باسم القبيلة يروي لأخبار اليوم تفاصيل معركة الجمعة: أرحب، 10 قتلى وإحراق طقم وسيارتين للحوثيين ووساطة تفشل في إيقاف المواجهات. فيما محافظ لحج يؤكد: الصواريخ التي أطلقت على قاعدة العند خرجت من مخازن الجيش. مدير أمن الحوطة: 20 جنديا فقط القوة الفعلية بالمديرية ولا يوجد طقم عسكري. فيما خطباء الحراك يطالبون الجنوبيين بالسلطة والانضمام للثورة ويؤكدون قرب رحيل النظام. العميد النوبة: الحراك يدعم هادي ومعظم الشارع الجنوبي يؤيد الانفصال. مصادر حكومية تؤكد لأخبار اليوم تكليف وزيري الداخلية والإدارة المحلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة. الحوثيون يقررون عزل محافظ الحديدة بقوة السلاح. حذروا من توسع الميليشيات واعتبروها تهديدا لمستقبل البلاد. ثوار تعز: اليمن تنهار والمشروع الثوري هو السبيل لإنقاذها. القاعدة يؤكد مقتل أكثر من 70 حوثيا في 4 هجمات على مواقعهم برداع. الحوثيون يتهمون الدكتور الإرياني بالعمالة. حذر من استمرار تعسفات ميليشيات الحوثي وأكد أن للصبر حدود. قيادي في لجان أبين يتهم الدفاع بعدم صرف مرتباتهم استجابة للحوثي. عقب جلسة المشاورات المغلقة التي ناقشت التطورات في اليمن، بن عمر عن مجلس الأمن: لا بديل عن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة. مجلس الشيوخ الأمريكي: طرق CIA في استجواب المعتقلين وحشية واليمن متورطة. في صحيفة الشارع اليومية أبرز عناوينها: الحرب المؤجلة في أرحب. جماعة الحوثي محل الحديدة يقرر سحب الثقة عن المحافظ صخر الوجيه. مدير المؤسسة الاقتصادية يعين مسؤول مسلح الحوثي نائبا له ويصرف له سيارة. لجنة العقوبات تعلن عن بدء العمل باتفاق مع الانتربول لملاحقة المعرقلين في اليمن. نائب في البرلمان يطالب بتشكيل مجلس عسكري لإنقاذ اليمن. عبد العزيز الجباري: الحل الوحيد في الفترة الحالية هو تشكيل مجلس عسكري لإنقاذ ما تبقى من الدولة، لأننا شارفنا على الوصول إلى اللادولة. الوضع في اليمن أصبح صعبا جدا ولا نلمس أي قدرة للرئيس هادي ورئيس الحكومة على أرض الواقع تمكنهما من الحفاظ على الدولة. عمر الجاوي يروي تفاصيل حصار 70 لصنعاء: ظروف وملابسات ترقية عبد الرقيب عبد الوهاب وتعيينه
رئيسا لأركان الجيش أثناء الحصار. في صحيفة اليمن اليوم الناطقة باسم المؤتمر الشعبي جناح صالح: المؤتمر يقر تنفيذ إجراءات لجنة القربي. النوبة يحذر من مخطط للاشتراك. مجلس الأمن: اتفاق السلم والشراكة هو السبيل الوحيد لليمن. قتلى وجرحى بتجدد المواجهات في ردع. أرحب تتهيأ للحرب الحاسمة. قتلى وجرحى في مواجهات أوقفتها وساطة من خولان والحشد مستمر. وأيضا هناك مقال للرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت عنوان: وللخصومة أخلاق. يبدو أنه يتحدث عن الأخلاق حينما أفعاله هي التي تدل على أخلاقه الحقيقية. هنا مجد في أبرز عناوين صحيفة الجمهورية: عقد جلسة مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في اليمن. مجلس الأمن: تنفيذ اتفاق السلم السبيل الوحيد للمضي قدما في العملية الانتقالية. الأمم المتحدة تتعهد بالعمل مع الرئيس هادي والحكومة الجديدة وكل الأطراف لإنجاز المرحلة. رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء عبد الله المهدي، وهذا يبدو أنه عمله الوحيد هذه الأيام في التعازي والتهاني. توجهات حكومية لإصلاح سلم الأجور وتحسين معيشة موظفي الدولة. دراسة إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي التوظيف. تقديرا لمواقفه الوطنية وشجاعته في الدفاع عن اليمن ووحدته. توجيهات رئاسية بإطلاق اسم الشهيد الدكتور المتوكل على شارع الزراعة بصنعاء، وهذا يبدو أن هذا العمل يدخل في ضمن أعمال الرئيس إلى التهاني، تسمية الشوارع بأسماء. اليمن يثمن مواقف إيطاليا الداعمة للمرحلة الانتقالية. الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات يوم الغضب. ميركل: لا مكان في ألمانيا لمن يدعو إلى عداء المسلمين. أوباما يناشد قادة جنوب السودان بتحقيق السلام. الداخلية: 19,000 جندي لحماية المنشآت الحكومية والدبلوماسية. أما في صحيفة الثورة الرسمية: مجلس الأمن يؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة. بن عمر: الأمم المتحدة تعهدت بمواصلة العمل الوثيق مع الرئيس هادي والحكومة للدفع بعجلة العملية الانتقالية. هيئة الأدوية: إلغاء 5,000 صنف دوائي، 1,900 عدد الأصناف المسجلة علميا. توجهات حكومية لإصلاح سلم الأجور لموظفي الدولة. 1,620 جنديا إسرائيليا أصيبوا في الحرب الأخيرة على غزة. الفاو: 2014 عام قياسي في إنتاج الحبوب عالميا. هذه أبرز ما تناولته الصحافة الورقية الصادرة لهذا اليوم. أما في الصحافة الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية: الصحوانت: تكتل وجهاء همدان يدعو الحوثيين لإطلاق المختطفين والحكومة لاستعادة الدولة. الحوثيون يختطفون 4 أشخاص بعمران وسط صمت حكومي. الحوثيون يبيعون ممتلكات دار القرآن بهمدان بعد شهرين من احتلاله. الخبر: مصدر رئاسي: الحوثيون ينتزعون سلطات الدولة تدريجيا، وهادي يطالب بإنهاء إقامته الجبرية. المصدر أونلاين: مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة للاستماع إلى تقرير قدمه جمال بن عمر. ميليشية الحوثي تفشل في تنصيب خطيب بالقوى في مسجد بصنعاء بعد رفض السكان. المشهد اليمني: أكاديمي يمني: اليمن وقع بين فكي كماشة التسول والاستيلاء. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الخليج الإماراتية: اشتباكات وكمائن في مأرب وصنعاء تخلف قتلى وجرحى. أوكيد السعودية:
قتل وجرح في مواجهة بين الحوثيين وقبائل أرحب وعقبات متعمدة تعرقل تمرير برنامج الحكومة اليمنية. القدس العربي، اليمن، الحوثيون ينتزعون سلطات الدولة تدريجيا، وهادي يعيش حالة من الإقامة الجبرية في قصره في صنعاء. السياسة الكويتية، النائب جباري يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري لإنقاذ البلاد من انهيار وشيك. الشرق الأوسط، اليمن، هجوم على قاعدة جوية تستخدمها أمريكا في محافظة لحج. تنظيم القاعدة يحمل أوباما مسؤولية مقتل الرهينتين الأمريكي والجنوب الأفريقي في اليمن. افتتاحية الإصلاح نت التي كانت تحت عنوان شراكة اليمن والخليج أكدت أن موقف دول الخليج القوي من الأوضاع في اليمن ينطلق من حرص الأشقاء على استقرار هذا البلد الذي يمثل العمق الاستراتيجي لمنطقة الخليج وبوابتها الجنوبية، والتي يتعين تحصينها وتأمينها لما لها من أهمية قصوى في تثبيت استقرار كامل المنطقة. من المؤكد أنه لا يمكن لدول الجوار الخليجي أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في اليمن، فالعلاقة بين الجانبين مصيرية وحتمية، ولأجل ذلك لعبت دول مجلس التعاون دورا محوريا في صوغ المبادرة الخليجية والتوقيع عليها في 23 من نوفمبر للعام 2011، والأخذ بيد اليمنيين إلى بر الأمان وتجنيب بلدهم مآلات الفوضى والاحتراب. ما تزال دول مجلس التعاون الخليجي تقدم كل أشكال الدعم والمساندة لليمن لضمان أمنه واستقراره، والعمل على إخراجه من أزماته التي يسعى البعض للأسف إلى افتعالها وتكريسها ليقتات عليها ويحقق من خلالها مكاسب سياسية ويمرر أجندته المشبوهة التي تتعارض والأجندة الوطنية. إن حرص أشقائنا في دول الخليج العربي على استتباب الأمن في اليمن وتوافق الأطراف المعنية على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بما فيها المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة وتغليب لغة الحوار في حل الخلافات ينطلق من رغبة صادقة لدول الجوار في أن يتجاوز اليمن أزماته ويتغلب على مشكلاته ويتجه صوب مسيرة التغيير التي أطلق شرارتها الأولى شباب ثورة 11 من فبراير السلمية. والواقع أنه ليس ثمة طريق آخر للخروج من الأزمة الراهنة سوى بالالتزام جميع الأطراف بالاتفاقات التي وقعت عليها دون تسويف أو مماطلة وبمعزل من المماحكات والكيد السياسي. فتلك الاتفاقات وفي المقدمة منها مخرجات الحوار الوطني الشامل جسدت بالفعل روح الشركة والإجماع الوطني التي لا يجوز بأي حال خروج عليها. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الصحافة الجديدة، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الأستاذ خالد الرويشان وعلى صفحتي في الفيسبوك. كتب عن ازدهار ثقافة اقتحام البيوت ونهب ممتلكات أهلها ومصادرة أموال الخصوم السياسية بعد اقتحام الحوثي للعاصمة صنعاء. مصادرة أموال الخصوم واقتحام البيوت واحتلالها أمر غير مقبول شرعا وعرفا وقانونا، وإذا كانت الدولة قد فعلت ذلك من مئات السنين تجاه خصومها فإن ذلك كان خطأ فادحا ومتخلفا في كل الأوقات. لكن الخطأ يصبح خطيئة عندما يقوم بهذا الفعل طرف غير الدولة ضد طرف آخر، وهذا ما لم يحدث في اليمن في أشد فترات اليمن تخلفا وظلما. لكنه ويا للمفارقة حدث في أيامنا هذه، أي في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في اليمن، فقد تمت مصادرة واحتلال بيوت وشركات حميد الأحمر وعلي محسن من قبل جماعة الحوثيين أو أنصار الله بلا سبب قانوني أو قرار قضائي أو إداري من الدولة. لو أنهم قرأوا التاريخ 300 سنة الأخيرة في اليمن لربما انتبهوا وأعادوا البيوت والممتلكات لأصحابها، وأتمنى أن يفعلوا ذلك في أسرع وقت. يا جماعة الدنيا، دول وتقلبات زمنها سريعة ومفاجئة، ألسنا في عصر السرعة؟
أذكي من لا يزرع طريقه بالألغام وبالانتقام. أتمنى أن أسمع مبادرة في أسرع وقت إذا كان ما يزال ثمة عقلاء وأذكياء. الصحفي نبيل سبي على صفحته في الفيسبوك علق على خبر قيادة المنطقة العسكرية التي تباشر دوامها في مبنى للإيجار بعد اقتحام الحوثي لمقرها الرئيس الفرقة الأولى مدرع سابقا. شر البلية ما يضحك، ليست هذه مجرد عبارة في اليمن، إنها الواقع شخصيا. فقد أفادت معلومات تم تنقلها مؤخرا أن قيادة المنطقة السادسة تباشر عملها في مبنى للإيجار تم استئجاره من قبل وزارة الدفاع بصنعاء بسبب استمرار سيطرة الحوثيين على مقر قيادة المنطقة السادسة، مقر الفرقة أولى مدرع سابقا. تخيلوا هذه، معسكرات ومقرات الجيش ملك للحوثي والجيش مستأجر. إن صحت هذه المعلومة فنحن أمام ماذا؟ لا أدري، كنت سأقول أمام مفارقة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ أي جيش وأي دولة، ولكني تذكرت أن الجيش والدولة في اليمن يرزحان منذ شهور تحت تلال وجبال كاملة من هذه المفارقات التاريخية غير المسبوقة والمروعة جدا، ولذا أترك لكم أنتم إكمال الفراغ أعلى. الصحفي سلمان الحميدي على سلمان الحميدي على صفحته في الفيسبوك كتب عن التناقض بين تصرفات ميليشيات الحوثي ومطالبهم. نتابع سلمان. جماعة أنصار الله تتمادى إلى الدرجة سيذكر التاريخ أن الدولة تعرضت لأبشع عملية اغتصاب ترتكب بحق الدولة والمجتمع تحت مبرر محاربة الفساد ورفع المظالم. ينهب سلاح الدولة وقال كيشتي جيش وطني، يقتحم الكلية الحربية ويضم ميليشياته فيها ويقول لك يشتي نظام وقانون، يطلب من محافظ الحديدة صرف مخصصات مالية لأصحابه وقال لك يشتي دولة ونظام وقانون، يعتقل الناس ويشردهم ويقتحم بيوتهم ويبسط على أموال الناس ويشلها خارج إطار القانون وقال لك ثقافة قرآنية. عبد الكريم قطران عبر تغريدة له على صفحتي في تويتر كتب عن عنف ميليشيات الحوثي التي تهدد مستقبل اليمن. كلما جنح العقلاء إلى التعايش وحقن الدماء والعيش المشترك يقابلها مسلح الحوثي بالاعتداءات والانتهاكات والقتل ويدفعون نحو دوامة من العنف. بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله. We'll be right back.